نجوم يتعرضون لاتهامات السرقة بسبب أغانيهم. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. فنانون مغاربة تعرضوا للهجوم بسبب طرحهم لأحدث أغانيهم، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان المغربي سعد المجرد والفنان عبد الحفيظ الذوزي، فيما يتعرض الفنان زكريا الغفولي لهجوم الرواد بسبب مقطع باهرة. وأول خبر نبدأ به عن الفنان عبد الحفيظ الذوزي. رد الفنان عبد الحفيظ الدوزي على الاتهامات التي وجهت له بخصوص سرقة أغنيته الأخيرة خلوها تهدر للشاب عمرو، حيث نفى نفيا تاما أن يكون قد أقدم على سرقة الأغنية قائلا: كان لابد أن أستمع إلى مجموعة من أغاني الراي بحكم أنني لم أغني هذا النوع منذ مدة طويلة، لكن أربع جمل في أغنية الشاب عمرو عجبوني وشدوني، قلت نقدر نخلق منهم أغنية جديدة واتصلنا به، هو الصديق ديالنا منذ الطفولة، عجبته الفكرة وقال لنا مزيان وكان اتفاق بيناتنا بشكل قانوني والناس جاهلين لهادشي. وأضاف الذوزي أنه فنان محترف وراكم تجربة فنية مهمة، ولا يمكن أن يسقط في خطأ فادح ويغني أغنية لشخص آخر دون إذنه. وكان الذوزي قد استعمل عبارة خلوها تهدر تخوي قليبها، قلبها معمر على شان حبيبها، وهي لازمة معروفة تعود في الأصل إلى الشاب عمرو. فيما خرج الفنان يدعى إسماعيل أكابيلا وكذب كل ما قاله الدوزي، حيث نسب ملكية الأغنية للشاب زينو الجزائري، والتي كان قد أعاد كوفر لها وأخرجها سنة 2018، إلا أنه تعرض لهجوم على قناته باليوتيوب بمخالفتين من طرف شركتين تنتميان للدوزي، حيث قال بأنه طلب منه أن يزيل الأغنية حتى تزول المخالفة، وبعدها لم يفوا بوعدهم وتحايلوا عليه، الأمر الذي جعله يخرج للصحافة. لكن الذوزي نفى اتهاماته وأنه لن يقع في خطأ سرقة أغنية ما، لأن مسيرته الفنية لا تسمح بذلك. أما بخصوص زكريا الغفولي فقد تعرض لهجوم من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر لأغنية باهرة عبر صفحته بالإنستغرام في الوقت الذي نشر سعد المجرد أغنيته سلام، الأمر الذي اعتبره الرواد تحديا، وأنه يقصد بأنه سبقه في نشر الثقافة الأمازيغية، مما جعله يوقف خاصية التعليقات. وعلى ذكر الفنان المغربي سعد المجرد، فقد اتهمه هشام التلمودي بالسرقة الفنية أيضا، رغم أن اللحن هو من التراث الأمازيغي القديم، إلا أن التلمودي نفى ذلك وقال بأن الأغنية هي من ألحان شخص آخر، وأنه اشترى منه كل الحقوق التي تعود لمجموعة أحواش، كما قال بأنه لا يعاتب الفنان سعد المجرد على الأغنية وإنما على من لحنها وكتب كلماتها، ويقصد بهذا عضو فرقة الفناير محسن تيزا. وأكد بأن الأغنية مسجلة باسمه في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويبقى السؤال المطروح هو: هل طلب محسن تيزاف من أصحاب الأغنية الأصليين من استعمال المقاطع الموسيقية؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم تحت الوصف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.